وصل فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى الأراضي السورية اليوم، حيث من المقرر أن يشرفوا على تدمير السلاح الكيماوي السوري. وتتمثل مهمتهم في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتدمير الترسانة السورية من الأسلحة المحظورة. ويقدر الخبراء أن دمشق تمتلك أكثر من 1000 طن من الأسلحة الكيماوية، موزعة على نحو 45 موقعاً.